his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, Mukhtaram Khanimlar Vajjanoblar, Paprivistvuyim из Узбекистана, Hassan Boy Dusmatov. Ladies and gentlemen, I'm Ronnie Ware, bout number 72, here in your evening prelim session number 8. Bout number 72 in session number 8 is sanctioned for three-minute rounds in a men's flyweight 51 kg matchup. Your five judges being represented here tonight from ringside are from Bosnia and Herzegovina, Tunisia, Morocco, the United Arab Emirates, and Algeria. And when the action begins, your man in the center of the ring giving off the instructions, your referee from Ireland, referee Ben McGarrigle. Round one. سيداتي سادتي الآن المباراة تجمع تايلاند في الركن الأحمر للملاكم بان موت وأوزبكستان في الركن الأزرق بالملاكم دوستانوف. إذن أوزبكستان في مواجهة تايلاند، مواجهة نارية. الأوزبك يحاولون الوصول إلى النهائيات بأكبر عدد من الملاكمين، ومواجهة أيضا قوية مع ملاكمي تايلاند. إذن اللكمة الخلفية، إذن الملاكم الأوزبكي بالجرد الأعصر يوجه اللكمات الخاطفة باليد الخلفية والأمامية بين الحين والآخر. إذن بداية موفقة لدوستانوف من أوزبكستان، ولكمة أخرى أيضا. إذن دوستانوف يوجه لكمات متعددة ودقيقة إلى وجه الملاكم التايلندي بان موت في الركن الأحمر. أداء جميل ورائع لدوستانوف في الجولة الأولى، ويبدو بأنه ليس بالملاكم السهل، ملاكم بالجارد الأعصر ويتقن توجيه اللكمات من جميع الجهات. أيضا ملاكم تايلاند ليس بالملاكم السهل. هنا تلعب الخبرة دور الكبير في حسم نتيجة هذه المباراة، ويبدو أن دوستانوف يقترب من الفوز بهذا الأسلوب الذي يتبعه من خلال إصابة دقيقة ومباشرة للملاكم التايلندي. إذن لكمات مباشرة باليد الخلفية بالمستقيم الخلفي لدوستانوف تجد طريقها بسرعة إلى وجه بان موت من تايلاند. إذن اقتناص لكمات ومن ثم تحرك إلى الخلف، هذا ما يحاول أن يؤديه الملاكم دوستانوف من أوزبكستان في الركن الأزرق. كذلك من الملاكم في الركن الأحمر بان موت من تايلاند يحاول أيضا الدخول باليد الخلفية وصاب بعدة لكمات. إذا تحسن الآن أداء بان موت، تحسن أداء بان موت من تايلاند وأصاب بمجموعة لكمات باليد اليمنى اليد الخلفية. إذن مع ولكمة أخرى، إذن التايلندي يحاول في نهاية الجولة الأولى بتقليل الفارق بينه وبين ملاكم أوزبكستان، وبانتظار نتيجة هذا اللقاء ذهبت بالكامل إلى أوزبكستان ب10-9. كان أداء الملاكم الأوزبكي في بداية الجولة مقنعا وقويا، ولكن أيضا الهبة التي قام بها الملاكم التايلندي في الركن الأحمر لم تنقذه
من اراء من راي القضاء فمنحوا النتيجه الى اوزبكستان. والان بالتحليل نرى تحليل هذه الجوله للكابتن احمد حلمي. صراحه متفاجئ من النتيجه كابتن ايمن صراحه. لماذا؟ لان في بدايه الجوله الاولى كما تحدثت فرض في منتصف الجولة الأولى اللاعب الأوزبكي إيقاعه، لكن صراحة في نصف الآخر من الجولة الأولى رأينا اللاعب التايلاندي يؤدي، فالنتيجة 5-0 غير مقنعة صراحة. كان أعتقد إنصافا لو كان هنالك انقسام في الرأي، لكن اللاعب التايلاندي صراحة أدى في نصف الآخر من الجولة، ف دعنا نرى ماذا سيحدث في الجولة الثانية الآن. إذن عودة إلى اللقاء والجولة الآن. في الجولة الثانية بدأ يتحرك الملاكم التايلندي بشكل أفضل من الجولة الأولى. إذن هذه مباراة نارية، سيسعى الملاكم التايلندي الآن للضغط بشكل أكبر على الملاكم الأوزبكي لتعديل نتيجة الجولة الثانية. للآن الأسلوب تغير، كان أسلوبا دفاعيا للملاكم التايلندي، ولكنه الآن بدأ يدخل ويهاجم. أيضا تحركات الملاكم الأوزبكي دوستانوف تحركات جيدة ودقيقة، وطبعا يعرف هو بأن الملاكم التايلندي سيسعى إلى الهجوم الآن، فيحاول اصطياده بمجموعات لكمية مضادة. كابتن أحمد لاحظت الآن بدأت الجولة الثانية وهنالك يعني تغير طفيف في أداء الملاكم التايلندي وتحسن في الأداء، ماذا تقول؟ صراحة يعني بداية قوية من كلا الملاكمين في الجولة الثانية، لكن أعتقد أن على اللاعب التايلندي أن يأخذ المبادرة أكثر. فقد فقدت الجولة الأولى، عليك أن تضغط أكثر، لا تعود إلى الخلف. أنت تأخذ صحيح الضرب المضاد، ولكن عليك أن تقنع الحكام أكثر بأنك تهاجم وتتحكم في إيقاع الملاكم. انظر لاعب الأوزبكي كابتن أيمن الآن يضغط الحكم كما تفضلت بالأمس، إنسان يتأثر في المهاجم أكثر من المدافع، لأن المدافع يلكم لكمة واحدة في حين المهاجم واحد اثنان ثلاثة، فهذا يؤثر قليلا على آراء الخضاء كابتن أيمن. نعود إلى اللقاء، هنالك طبعا يعني شراسة الآن ومباراة نارية، جولة نارية الآن لحصد نقاط الجولة الثانية. يحاول التايلندي بكل قوة الآن للدخول وتسجيل مجموعة نقاط، ولكن أيضا دوستانوف من أوزبكستان يقف له بالمرصاد ويمنعه من تسجيل نقاط كثيرة، فتحسن، هناك تحسن في أداء التايلندي في هذه الجولة، وإذا استمر على هذا المنوال سيكون هنالك تغيير في نتيجة الجولة الثانية. إذن يتقدم التايلندي بركمات مستقيمة ويعود، وهنالك تغيير أحيانا يغير في الجارد ويوجه ركمات باليد الخلفية بالأبركت. الأبركت أصابها أكثر من مرة، وتنبيه من حكم اللقاء بعدم الدخول بالرأس لدستانوف من أوزبكستان في الركن الأزرق. إذن الأبركت اليمين لملاكم تايلاند دائما يجد طريقه، ولذلك يكرر نفس اللكمة الملاكم التايلندي ويحاول أن يحصد فيها مجموعة من النقاط. انتهت الآن الجولة الثانية من هذا اللقاء، وكان هناك تحسن لأداء الملاكم التايلندي، ولكنه حصل على 3-2. إذن 3-2 لمصلحة الملاكم الأوزبكستاني، أصبح هنالك تعديل في النتيجة. لذلك يعني الجولة الحاسمة الآن، هنالك جولة حاسمة الثالثة، ونترك التحليل لهذه الجولة للكابتن أحمد حلمي. صراحة أكثر إنصاف وعدل في هذه النتيجة. لماذا؟ هناك لكم ولكم مضاد كابتن أيمن، هذا ما حدث في الجولة الأولى، لكن لا أعلم ما الذي حدث مع القضاء، حيث أنه منحوه اللاعب الأوزبكي في الجولة الأولى كامل النقاط. في الجولة الثانية رأينا لكم ولكم مضاد، هجوم مباغت، أخذ المبادرة لاعب تايلندي، اعتمد على اللكم الطويل، قدر أن هنالك فرق في طول الذراع ما بينه وما بين الأوزبكي، وأصبح يرمي اليد الخلفية تأتي بسلاسة ويسحب للخلف، عودة إلى النزال وجولة النقاط. تبدأ الآن الجولة الثالثة والأخيرة، والملاكم الأوزبكي دوستانوف في الركن الأزرق يتقدم الآن، يحاول
أن يوجه لكمات خاطفة باليد الأمامية، ويستمر الملاكم التايلندي في خطة الجولة الثانية من خلال اللكم إلى الجسد، اصطياد الجسد عند الملاكم الأوزبكي بلكمات مستقيمة ولكمات بالأبركت باليد الخلفية. نعم بالفعل هو وجد الأبركت اليمين يصيب فكرره أكثر من مرة، ولكن هو يواجه ملاكم من أوزبكستان دوستانوف، يريد أوزبكستان أن تتواجد بقوة على النهائي، لذلك لن يسمح دوستانوف للتايلندي أن يظفر بنقاط هذه الجولة، لذلك سيكون هنالك دقة أكثر في الأداء وحذر. وكما نشاهد الآن هنالك اشتباك بين الملاكمين، طبعا سيخدم عامل الوقت الملاكم الأوزبكي، ولكن يريد أن تخرج هذه النتيجة بنتيجة أفضل، على الأقل 4-1 لمصلحة الملاكم الأوزبكي أو 3-2، لكن 5-0 أيضا 5-0 ستخدمه. لذلك يوجد فارق في النقاط على الملاكم التايلندي أن يتقدم أكثر. ما رأيك كابتن أحمد؟ نلاحظ الآن جولة أخيرة وحاسمة، ولكن الملاكم التايلندي للآن يعني لم يصل إلى وجه وجسد الملاكم الأوزبكي بشكل كبير أو بشكل مثل على رأي القضاء. صراحة كابتن أيمن اللاعبون الذين يمتلكون خبرة، الجولة الثالثة أنت ليس عليك أن تلكم كثيرا، عليك أن تأخذ المسافة الصحيحة، لقد درسته في الجولة الأولى وكان هنالك معركة في الجولة الثانية، إذن الجولة الثالثة اللاعب الذي يمتلك خبرة لا يتحرك كثيرا في اللكم، إنما يركز على حصول على نقاط. صراحة من وجهة نظري أرى أن اللاعب التايلندي في الجولة الثالثة حصل على نقاط أكثر لهذه اللحظة، يعني انظر إلى دقة اللكم تذهب إلى لاعب تايلندي، لكن للقضاء طبعا رأيهم كابتن أيمن. الجولة الثالثة طبعا انتصفت الآن، وعامل الوقت يخدم ملاكم أوزبكستان كونه فائز في جولتين 3-2 و5-0، النقاط لن تخدم كثيرا عامل نقاط اللاعب التايلندي. وخطة اللاعب في الجولة الثالثة ما زالت للاعب التايلندي هي بالتنقيط فقط، لا يوجد هنالك ضغط شديد على ملاكم أوزبكستان في محاولة لتعديل النتيجة بفارق نقطي أعلى حتى يدفع بعض القضاء لإعطاء نتيجة 8 إلى الملاكم الأوزبكي. فالمباراة انتهت من وجهة نظري الآن لمصلحة ملاكم أوزبكستان الذي يلعب الآن بريحية ويعرف بأنه قد حقق المجموعة النقطية التي يحتاجها في هذه المباراة ويخرج فائزا منها. إذا بانتظار النتيجة النهائية لهذا النزال. Ladies and gentlemen, about number 72 here in your evening prelims of session number 8 comes to a close after winning 3 3-minute rounds in a men's flyweight 51kg matchup. We go to the scorecards where all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points declared by unanimous decision. To the blue corner is Uzbekistan, Hasanboy Dusmatov. وتم الآن إعلان فوز ملاكم أوزبكستان دوستانوف في الركن الأزرق، وكما يعني توقعنا